من ضمن الاسئله، انا بيتحول لي مرتب دولار على بنك السي اي بي، اول الشهر لقيت ناقص 33 دولار، لما اتحول وكلمت البنك قالوا لي العموله بتكون بس 4 دولارات ثابته، هل ده حقيقي؟ مع العلم ان مش شغل من طرفهم، وضحوا انهم باعتينه بشكل كامل. ازاي اتاكد ان فعلا النقص كان مظبوط؟ الحقيقه انه بيكون العموله في البنوك المرسله بيتحصلها، لو هي ما فيش مشكله بيتحملوا المصاريف كامله. مهم هنا جدا ان احنا نفرق ما بين العموله اللي بتطلب من البنك وهي معناها الاس اتش اي مش الاو يو ار، ودي بتاعتهم تكون اللي معاك الاي سي كي، هتلاقيها في اخر الاي سي كي، وبتعرف اسكان اس اتش اي مكتوب تحت ومحولينه فعلا كامل، وده معناه ان مصاريف المراسل بتتقسم ما بين البنك بتاعك والبنك بتاعهم. الحقيقه ان عموله البنك سي بي هي فعليا 4 دولار على اي مبلغ مبعوث من بره، والخصم ده من البنك اللي بعت الفلوس او من الشغل عندك. هتلاحظ هنا ان التحويل بيكون من طرفهم تحويل المبلغ كامل، بس في الدوكيمنت اللي بيبعتوه بيبقى فيه ديتيلز اوف تشارج، ده معناه ان هم الاورز المعموله هيتعملوا مصاريف تحويل كامله، ويجب انك تاخد ده في الاعتبار. من ضمن كمان الامور اللي لازم تاخذها في الاعتبار ان لو الشركه بعت لك مكتوب في اس اتش اي اللي هو ديتيلز اوف تشارج ان مصاريف التحويل الشركه بتاعتك ما بينكم او اصلا شيرد عاملاها، بيكون هذا الموضوع عليك. اما اللي بعتوا لك سويفت، ممكن تلاقي في السويفت الاو يو ارز الشركه مصاريف التحويل بتكون عليهم، واللي بتطلع غير كده بتكون على حساب البنك. فمره تانيه اتاكد من كل هذه التفاصيل قبل ما تنتقل وتعرف قبل اي شيء، وربنا يوفقك ويكتب لك كل خير.